السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي ومتتبعات قناة مرشدي التربوية. الحصة ديال اليوم احنا غادي نخصصوها لحصة لا ليكتور في المستوى الخامس، المرجع ديال بور كومونيكي اون فرونسي. غنبداو بالتكست الاول اللي عندنا اللي هو غوغان ارتيست بانتر. بداية دائما كيف ما تعودنا كنبداو دائما بلا روبريك جوبسيرف اي جو ديكوفر، كيخصنا نقترحوا بعض الفرضيات المتعلقه بالنص، عاد كندوزو نقراو النص ونشوفوا واش دوك الفرضيات ديالنا صحيحه اولا خاطئه. اذا السؤال الاول قالوا لنا كو ريبريزونت ليماج. اذا نشوفوا ليماج اللي عندنا، ها هي لاحظوا معايا. اذا عندنا هنا واحد الصوره فيها مجموعه ديال واحد البنات كيلعبوا. لاحظوا معايا من خلال اللباس ديال هاد البنات كيبان بانه لباس ديال يعني كيمثل واحد الفتره زمنيه قديمه، ماشي اللباس ديال المعاصر هذا ديال هذا الوقت هذا. اذا الجواب ديالنا على السؤال الاول شنو غادي نقولوا؟ ليماج ريبريزونت ان جروب دو في اون تران دو جوي. يمكننا نزيدوها لان كيبانوا لنا بان هاد الفتيات فهم راهم كيلعبوا. دونك ليماج ريبريزونت ان جروب دو في اون تران دو جوي. مزيان. قالوا لنا جيدونتيفي لو تيتر اي لي ريفيرونس. غادي نستخرجوا العنوان ديال النص اللي عندنا هنا مكتوب ولي ريفيرونس اللي هي كتكون عندنا هنا، يعني منين خدينا هاد النص هذا منين خديناه. لاحظوا معايا الجواب. لو تيتر اي غوغان ارتيست بانتر، هو اللي عندنا هنا الفوق لاحظتوه غوغان ارتيست بانتر. الوغ لو تيكست اي اكستري دو دار اي دو ليبرتي. لاحظوها ها هي كاينه عندنا هنا، دونك دار اي دو ليبرتي. النص خديناه من دار اي دو ليبرتي. مزيان. نشوفو لا تخوازيام كيستيون. قالو لنا دابخي لو تيتر اي ليماج دو كيل كرياسيون بار لو تكست. اذا انطلاقا من العنوان اللي عندنا وانطلاقا من الصوره اللي عندنا، اذا فاش علاش غادي اش من فن غادي تكلمنا عليه النص؟ اذا قلنا هاد الصوره فهي عباره عن لوحه فنيه. اذا صوبها لنا واحد الرسام اللي هو سميتو غوغان. اذا انطلاقا ولاحظوا معايا العنوان ارتيست بانتر، فنان اللي هو رسام، وهذا واحد الفنان اللي هو رسام. اذا عندنا لوحه وعندنا لو تيتر كيهضر على لا بانتور اوتوماتيكمون. اذا الجواب ديال السؤال رقم 3 لو تيكست بارل دو لا بانتور، اذا غادي يهضر لينا على فن الرسم. تري بيان. ندوزو دابا ونحاولوا نقراو هذا التيكست هذا واحد القراءه تكون معبره وسليمه. غوغان ارتيست بانتر اون ار كوم دون تو Paul Gauguin est un autodidacte curieux. Il se fie à son instinct. Il regarde, il écoute et surtout il essaye. Il a 28 ans. Il se laisse porter par le vent de créativité. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. Il veut expérimenter la sculpture, travailler la matière, expérimenter diverses techniques et matériaux. Depuis l'enfance, il taille le bois, matériau brut et vivant, dont il aimera toute sa vie ôter l'écorce et faire apparaître des formes. Mais il rêve de travailler le marbre. Et pourquoi pas à la fonte du bronze? Il n'a pas à chercher bien loin. À Vaugirard, il vit entouré de sculpteurs. Dessiner, peindre, modeler, tailler, il ne voudrait faire que cela. Mais il est aussi un homme d'affaires, un époux et père de nombreux enfants, ce qui exige de faire des compromis, arrangements. Très bien. Donc, nous avons fait un nom. Nous allons essayer de répondre à la question de la rubrique « Je comprends l'aide ». Alors, la première question, quelles sont les créations qui intéressent Paul Gauguin? Nous allons faire un nom qui كيهتم بهم بول غوغان. الجواب عندنا ديال هذا السؤال هذا، لاحظوا لي كرياسيون كي انتريس بول غوغان. عندنا لا سكولتور اللي هو النحت، لا بانتور اللي هي الرسم، اي لو ترافاي دو بوا وبحال النقش على الخشب. مزيان. دوزيام كيسيون اتيل ابري لا بانتور اي لا سكولتور ا ليكول، واش تعلم الرسم والنحت تعلمهم في المدرسه؟ الجواب نو، il ne les a pas apprises à l'école.
ما تعلمش هاد الفنون هادي كاع ما تعلمهم في المدرسه. تري بيان. لا ترويزيام كيسيون. Pourquoi Paul Gauguin taille-t-il le bois? إذن علاش كي يبدا ينقش على الخشب Paul Gauguin؟ الجواب Il taille le bois pour faire apparaître des formes. إذن هذا هو الغرض اللي كان كيخليه انه ينقش على الخشب. مزيان. La question numéro 4 Qu'est-ce qu'il aime faire؟ ماذا يحب ان يفعل؟ شنو كان كيبغي يدير هذا Paul Gauguin؟ هذا الفنان هذا. Donc la réponse Il aime travailler le marbre. Quand il brille, il travaille à la rocham. Où est le marbre? Le marbre ou à rocham? Très bien. La question numéro 5. Qui est l'auteur du texte? Donc, qui est le كاتب عندنا ديال هذا التكست؟ لاحظوا معايا واحد المعلومه دائما في الاخر ديال التكست كنلقاو السميه ديال الكاتب والسميه ديال الكتاب منين خدينا منه هذا التكست اللي كيكون عندنا وبارفو كنلقاو حتى لا ميزون ديديسيون دار النشر. اذا دائما منين نقلبوا نبغيو نقلبوا على دار النشر ولا السميه ديال الكاتب ولا الكتاب منين خدينا هذاك النص دائما كنلقاوه في الاخر ديال التكست. اذا كيف ما كتلاحظوا معايا هنا ها هو الجواب هنا L'auteur s'appelle Armelle Femla. هذه واحد الكاتبة امرأة. Donc ها هو الجواب عندنا. L'auteur de ce texte est Armelle Femla. Très bien. On passe à la question suivante. قالوا لنا السؤال رقم 6. Comment s'appelle le tableau de Paul Gauguin? إذن هذا الطابلو اللي عندنا هنا اللي شفنا في النص. لاحظوا معايا هذه اللوحة الفنية اللي كتمثل لنا هذه النيتات. شميت هذا الطابلو هذا سميته. لاحظوا معايا راه كاتبين تحت منا السميه ديالو دونك لو طابلو الجواب لو طابلو ا بور تيتر العنوان ديالو شنو هو لا غوند دي بيتيت بروتون الدوره ديال هذوك البنيات الصغار بواحد المنطقه في فرنسا سميتها بروتون دونك لا غوند دي بيتيت بروتون تري بيان ندوزو دابا لا روبريك جو رياجي او تكست اذا هنا غنحاول نتفاعل مع التكست ونعطي الراي ديالي ونحاول ننتقد ونحاول نفهم هكا باش كنتعلم انني نطور من الملكات ديالي في القراءه قالوا لنا السؤال الاول جو ديكري لو طابلو لا غوند دي بيتيت في بروتون اي جو دي سو كو جو ريسون ا سا فيو اذا كي خصني نوصف هذاك لو طابلو اللي عندنا هنا اللي شفناه في الاول نحاول نوصفه ونقول باش كنحس فاش كنشوف هذا لو طابلو باش كنحس الجواب لاحظوا معايا Eden. Le tableau représente une scène enfantine. Eden, l'ahdou maïa, anna dik l'ouha katimti wahad l'hadat dil atfal, yani une scène enfantine. Plein de fraîcheur, ki benou bi enda pouis kangolo des enfants, automatiquement kaina la fraîcheur, yani baki dakshi, baki dik tarawa dil atfal. Trois fillettes sont lancées dans une danse. Eden, l'ahdou maïa, kanchoufo, tlata dil l'bnitat, اللي في واحد الوصله ديال الرقص كيلعبوا مع بعضياتهم الوغ لا في ا غوش طون لا مان كوم بور اتراپي سيل دون اوتر في لاحظوا معايا هذه البنيه هذه اللي هنا في اليسار كتبان لنا بانها ماده يديها هنا بحال باغا تقبط ليديده ديال شي بنيه واحده اخرى معاهم ما كتبانش في هذا الطابلو هذا اذا كتمد يديها الوصف راه لا ديسكريبسيون كننقلوا داك الشيء كيف ما كنشوفوه قلنا اون فوا كيل بورت دي فيتمون تراديسيونيل كنلاحظوا باللي هذه البنيتات هادو كي لابسين واحد اللباس كيف ما قلنا قبيله واحد اللباس اللي هو تقليدي اذا هذا اللباس هذا فهو كيمثل اللباس ديال اوروبا في القرن التاسع عشر مزيان الو اون باس على كيسيون سويفون ندوزو للسؤال اللي من موراه قالوا لنا كيل كرياسيون بريفير تو لا سكولتور ولا لا بانتور ايمري تو دوفونير بانتر الو شنو هو الفن اللي كتفضل واش كتفضل النحت اولا لا سكولتور اولا كتفضل الرسم لا بانتور واش كتمنى تولي ان بانتر واش كتمنى تولي واحد الرسام الوغ بالنسبه لي انا لاحظوا بلي هذه راه هذا الجواب هذا كنعطيه لكم غير الاستئناس اما هو راه كل واحد يقدر الانسان يختار النحت يقدر الانسان يختار الرسم يقدر يكون مثلا ما كيميلش لهاد الفنون هادو بجوج يقدر يكون هو كيختار السينما بون حنا هذا المثال اللي عطيناه هنا فقط للاستئناس اذا اون سو كي مو كونسيرن فيما يخصني جو بريفير لا بانتور انا كنفضل الرسم Car c'est une création à travers laquelle je peux m'exprimer, traduire mes pensées, manifester mes sentiments. Idem, mon خلال الرسم يمكن لي نعبر على الاحاسيس ديالي وعلى المشاعر ديالي وعلى الاراء ديالي. فهمنا؟ لهذا انا شخصيا افضل الرسم. قالوا لنا واش
aimerais-tu devenir un peintre? Bien sûr, j'aimerais bien devenir un peintre. Ana chkhsiya kanetmenna nkun rassam. Très bien. La troisième question, en t'aidant du texte, informe tes camarades sur une autre création artistique. Idan, ntalaqa men had le texte, nhaoul nkhbar l'asdiqa dieli bwahed lfen akhar. Bon, on a khtarit matalan wahed lfen li ki ana chkhsiya kiyajbni, li huwa la littérature, li huwa l'adab. الادب ماشي الاخلاق ولكن كنتحدثوا على القراءه وعلى على كتابه القصص والروايات الى اخره دونك لا ليتيراتور اي تون كرياسيون ارتستيك سي لار كي كونسيست ا اسامبلي دي مو بور ترانسميتر دي زيدي اذا كيعتمد على انني كننسق ما بين كلمات باش كنعبر على على الاراء اي دي زيموسيون وعلى الاحاسيس لا بويزي او لو تياتر سون دي فورم ليتيرير لي بلوز انسيان عندنا ايضا الشعر والمسرح هما من الانواع من الاشكال ديال من الاشكال الادبيه القديمه اللي كانت تقريبا منذ تواجد الانسان تقريبا القديم